مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا من جديد إلى حوارنا الأول لهذا اليوم، والحوار الأول حول القرآن الكريم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الذي أتانا من جمهورية مصر العربية ليشارك في الأمسيات القرآنية التي تنظمها جمعية القرآن الكريم. أهلا وسهلا فيك الشيخ محمد شرقاوي، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. نعم، بداية إذا يعني أحببنا أن نعرف المشاهدين بالشيخ محمد الشرقاوي، ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. يعني اسم محمد يحيى الشرقاوي، من قرية اسمها مسهلة بمركز الصنطة تابعة لمحافظة الغربية جمهورية مصر العربية. بداية يعني عن مشواري في القراءة، يعني كنت أحب أن أقرأ وأسمع القرآن، ولكن حقيقة ما تمنيت في يوم من الأيام أن أكون قارئا، ولكن كنت أقرأ حبا في القراءة. وكان عندي حب القراءة يعني لا يضاهيه حب. كنت صغيرا يعني؟ يعني كانت بداية الموهبة منذ كان عمري 15 عام. نعم. لأني طبعا كنت في الدراسة الأكاديمية مشغول بالدراسة، وفي هذا السن كنت بدأت أنتقل إلى مرحلة الثانوية العامة، فكنت مشغول بالمذاكرة. لكن عندما أراد الله يعني أن أتجه إلى هذا الطريق حب القرآن، كنت أسمع إلى القراء القدامى الكبار. نعم، والجدد أيضا. يعني من أكثر من تأثرت بهم؟ أنا تأثرت بقراء كثير، يعني في بدايتي كنت أسمع القراء القدامى كلهم والجدد أيضا. يعني كان عندي حب للسمع، يعني أستمع إلى أن مثلا هناك أمسية قرآنية في أي منطقة، مثلا في عندنا في بلدنا أو بجوارنا، أنتقل وأستمع، وكان عندي حب للسمع. تأثرت بكثير وكنت أسمع يعني وأحاول أن أقلد حبا في القراءة، ولكن يعني تأثري أكثر آخر المطاف كان الشيخ محمد الليثي رحمه الله، تأثرت به كثيرا. يعني حضرتك عضو في نقابة القراء في مصر، ذكرت نقطة جد مهمة، أنك بدأت يعني بحفظ وتلاوة القرآن ربما أو التعمق أكثر وأنت ابن 15 عاما. نعم. حقيقة مرحلة عمرية حساسة جدا. نعم. أن تكون اهتماماتك وميولك في هذا الاتجاه، فهنا كان التحدي، كيف تصفه لنا؟ يعني أنا قلت في البداية أن هي إرادة الله أن أنا أتجه لهذا الطريق وحب القراءة. وأنا من صغري كنت أصلي، كنت ملتزم في الصلاة، ولكن الاتجاه يعني إلى القرآن يعني إرادة الله، أن يعني جات الموهبة أو أنا أحسيت أن أنا عندي موهبة في القراءة، بدأت أستمع وأقرأ. هل كان حدا مشجعك بالتحديد، يعني وقف إلى جانبك؟ لا، هو مش تشجيع، طبعا الأسرة بيبقى لها دور. يعني أنا عندي كان جدي أبو والدتي كان عالم من العلماء وكان حافظ الكتاب الله. فكانت يعني أمي تتمنى من الله وتدعو يعني أن يكون من أولادها من يحفظ القرآن أو من يقرأه. وكان أيضا والدي رحمه الله يعني يأتي بالشيخ الشيخ عبد الرازق يوسف، كان يأتي البيت لكي أحفظ على يديه. والحمد لله عندما يعني أتممت الحفظ على يديه وكنت أدرس برضو في الثانوية العامة. المدة اللي أخذت الحفظ قديش؟ يعني تعتبر حوالي سنة، في بداية الأمر كان سنة، لأني كنت أحفظ بسرعة، يعني كل يوم أحفظ ربع، كنت حريص على أني أنا أحفظ. فصراحة كنت أحفظ الربع ولا أراجع، فعد العام وحفظت، ولكن يعني عندما أرجع إلى الماضي أجد نفسي لا أحفظ. فحفظت مرة أخرى على يد الشيخ شحات الجندي عندنا بالقرية. وعندما بدأت أقرأ وأخرج إلى الناس الجمهور، فكان يبقى عندي رهبة،
يعني رهبة من مقابلة الجمهور والناس وأخاف. فكان أخي الأكبر الحاج راغب كان دايما يقف بجواري يجلد من أزري اقرأ ما يهمكش حد ما تخافش من الناس، يمدك بالمعنويات. نعم يعني يقف بجواري. ولكن في فرق شيخ محمد ما بين التلاوة وما بين الحفظ، يعني هناك أحكام خاصة للتلاوة تتطلب من القارئ أن يمتلكها لكي يعني يتلو أمام الجمهور، كيف تعلمت أحكام التلاوة وكيف أتقنتها؟ هو أنا بعد ما حفظت القرآن جودت على يد الشيخ عبد الرازق أيضا، لكن فنون التلاوة هي أولا تتعلق بالموهبة. إذا كانت الموهبة موهبة سليمة موهبة موجودة، القارئ بيقرأ بناء عليها، وإذا كان القارئ بيشعر بما يقول فبيوصله للجمهور. هنا في قواعد محددة كنت تراعيها أثناء التلاوة؟ هو أهم حاجة يعني مراعاة أحكام القرآن، أحكام التجويد هي الأساس، بحيث أن القارئ يقرأ مع مراعاة أحكام التجويد لا يخرج منها. لأن طبعا يوجد عندما كنا نجود القرآن يوجد اللحن في القرآن، اللحن الخفي واللحن الجلي. فيعني هو القارئ أهم حاجة مراعاة التلاوة، ولكن بعد ذلك بيأتي النغم كثير، ونبدأ يعني تطلعنا إلى معرفة الموسيقى والمقامات الموسيقية. لكن الأساس في ده كله يعني قواعد القرآن والأحكام والتجويد. هذه الليالي هي ليالي مباركة، وكل ليالي رمضان مباركة، لكن مباركة بشكل متزايد لأنها ليالي القدر. فحبذا لو نستمع من حضرتك شيء من كتاب الله عز وجل. إن شاء الله.